الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أيها الناس أصلحوا أسراركم تصلح علانيتكم تكفر دنياكم واعملوا لآخرتكم أن رجلا ليس بينه وبين آدم أب حي لما لكل في الموت والسلام عليكم اتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب إنه إن كان لكم رزق في رأس جبل أو حضيض أرض يأته ألا إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فهو دين وننتهي إليه وما سن سواهما فإنا نوجه يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله